الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفره، واغفر للحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الناظم رحمه الله: النوع الرابع ما خص منه أي من الكتاب بالسنة، تخصيصه بسنة قد وقعا، فلا تمل لقول من قد منعا، أحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: في النوع الرابع من أنواع العقد الخامس مما يرجع إلى مباحث المعاني ما خص منه أي من الكتاب بالسنة، مسألة تخصيص الكتاب بالسنة. التخصيص رفع جزئي للحكم، فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا، وأن السنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ، فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب، وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي، الكل وحي. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: تخصيصه يعني الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة قد وقع. وقع الألف هذه للإطلاق، ووقوع هذا النوع كثير، ففي قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، الميتة من ألفاظ العموم لأن ال جنسية، خص منه بالسنة السمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم قوله عليه الصلاة من عموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. فهذا مثال، يقول: تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع. المنع يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأن التخصيص وإن كان رفعا جزئيا إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العام، فهي مشبهة للنسخ من وجه، وإن لم يكن رفع كلي إلا أنه رفع جزئي، فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة، والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عندهم باب واحد. أحادها يعني أحاد السنة وما لم يبلغ حد التواتر، وغيرها أي غير الأحاد من المتواتر سواء، يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر أو لم يبلغ. فبالعرايا جمع عرية كعطية وضحية، عطايا وضحايا، خصت الرباء، استثنيت العرايا، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها، والمزابنة مفضية إلى الربا لأنه لا تتحقق فيها المماثلة، بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف، هذه المزابنة، ولعدم تحقق المماثلة وجد الربا في هذه الصورة. استثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق. العرايا نوع من المزابنة ينطبق عليها تعريفها، إلا أنها خصت بقوله عليه الصلاة والسلام: إلا العرايا. والعرايا كما هو معلوم أن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس، ولا يكون عنده ما يشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له: رفقا به لك أن تشتري به رطبا، وهذا مخصوص من المزابنة. الربا ثبت تحريمه بالكتاب،
أحل الله البيع وحرم الربا، محرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية، محرم خص بالعراية وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة. والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب، لولا النص ما أبيح الربا القطعي بمجرد الحاجة، لكن النص أجاز العراية، ولذا لا يقال أن كل حاجة تبيح المحرم، وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مريد العرية، لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب من السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مرارا. أما ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلا أو قاعدة أغلبية أو حرم بعمومات لم ينص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تبيحه. المزابنة ربا والعرايا ربا، ربا لعدم التماثل، فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا، لا هي ربا. إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولن تتحقق في المزابنة ولا في العراية. المزابنة باقية على النهي والعراية مستثنات، فهي مخرجة من تحريم الربا. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص، وأيضا خص ما تلاها لقوله: أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني. النوع الخامس ما خص به من السنة عكس النوع السابق. النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة، النوع الخامس السنة عامة والكتاب مخصص. يقول عز يعني قل: فلم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة مواضع فقط. والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام، يحتاج إلى استقراء تام. هذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعا لصاحب النقاية أنه لا يوجد غيرها، كآية الأصواف، آية الأصواف، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا تدل على طهارة هذه الأصواف وطهارة هذه الأوبار والأشعار، إذ لو لم تكن طاهرة لما امتن الله جل وعلا بها. وهذه الآية مخصصة لعموم حديث: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة، حسنه بعضهم كالترمذي بمجموع طرقه، ولو طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعف شديد، فمنهم من حسنه ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارقطني. المقصود أن هذا الحديث عام مخصص بالآية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. ومعلوم أن الأصواف تجز والبهيمة حية، وكذلك الأوبار والأشعار غالبا، كما أنها إذا ذبحت يجز شعرها،
أو يبقى على الجلد، المقصود أنه طاهر بالآية، سواء أخذ منها في حال الحياة أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت. وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل، حكمه حكم المتصل. أما إذا قلنا أن الصوف والظفر أحكامه أحكام المنفصل فلا إشكال ولا نحتاج إلى مثل هذا، لأنها ما أبينت هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب، ذكر هذه القاعدة: هل الصوف والظفر، الشعر والظفر، في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وما يتفرع على ذلك من أحكام. هذا موجود في القواعد لابن رجب، كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزها ولا يشعر بذلك، فهي في حكم المنفصل. أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك، فلو حلف ألا يضع يده على بهيمة وضع يده على شعرها، يكون حينئذ قد وضع يده على البهيمة، أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها، وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل، نقول ما مس البهيمة. لكن مثل هذا المثال يخرج بكون الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، مردها إلى الأعراف. والعرف لا شك أنه جار على أن من وضع يده على بهيمة وقد مسها ووضع يده عليها، والإمام مالك يرجعه إلى نيته. كآية الأصواف أو كالجزية، قال فيما بعد: حديث ما أبين في أولاها، ما أبين خص في أولى هذه الآيات التي آية الأصواف، أو كالجزية، وأيضا خص ما تلاها لقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. الحديث عام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، فالحديث عام والآية خاصة، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، على الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن له شبهة كتاب كالمجوس، أو لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم. على كل حال، هذا جار على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب. أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها، في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة. فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يراد بالصلوات هنا الفرائض، صلوات في الآية الفرائض، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها، فتخص أحاديث النهي بالفرائض. والصلوات حافظوا عليها، يقول: وخصت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة. فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض، لقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، فتؤدى في أوقاتها، وإذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي. هذا بالنسبة للفرائض ظاهر، فرائض ظاهر،
ولم يقل بأن النهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة في إذا ما إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس، يقول يؤخرها حتى ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي. هذا مذهبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان من الوادي الذي ناموا فيه، يقول الحنفية، من أجل أن يرتفع وقت النهي، ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. والصواب أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظ، وزال وقت النهي قبل استيقاظهم، لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس، والشمس لا يصير لها حر إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم. المقصود أن الفرائض مستثنات من النهي عن الصلاة في الأوقات، أما ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله، على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب، هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل. الذي يهمنا من الأمثلة تخصيص حديث النهي بقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن هذا من باحث الكتاب. من باب الاستطراد أن نعرض لغير هذه الآية، فجاء في الباب حديث النهي، النهي عن صلاة عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، مع إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومع الوضوء الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال، وأدلة أخرى كلها يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة إن شاء من ليل ونهار. مقصود أن هناك صلوات لها أسباب تتعارض أحاديثها مع أحاديث النهي. فالجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، فلا يفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب، لأن الخاص مقدم على العام. الشافعية يعكسون فيقولون أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مقدم على العام، وليس قول إحدى الطائفتين بأولى بالقبول من قول الطائفة الأخرى، فهما مستويان. وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي، وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق. كل فريق يرى أن أحاديثه خاصة وأحاديث خصمه عامة، والخاص مقدم على العام، لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كلامهم كله صحيح، فأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات. فالعموم والخصوص وجهي، ونحتاج إلى مرجح خارجي، والمسألة يطول شرحها، لكن المرجح عندي أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما من لذوات الأسباب، لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل، لئلا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق. أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد، ولا يقتصر النهي فيه على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لئلا يحتاج إلى الصلاة، فالمسألة فيها أشد. وسبب النهي تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها، ولا يمكن أن يتعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر، لأن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل، ويبقى أنه نهي وسيلة لئلا يستمر الإنسان يصلي إلى أن يضيق الوقت، كما قال ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما.
والمسألة طويلة الذيول وبحيث في مناسبات كثيرة. صلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، يعني في حديث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مع حديث لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني، غني نكرة في سياق النفي فتشمل كل غني، والعامل عليها يستحق الزكاة، يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالآية، وإن كان غنيا فهو مخصوص من عموم الحديث. هذا ما يريده المؤلف من هذه الأمثلة. يقول: وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية. آية الأصواف حد خصت حديث ما أبين من حيه وكميتته، أو كالجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، خصت حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والصلوات حافظوا عليه خصت حديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة. والعاملين الصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها خصت حديث لا تحل الصدقة لغني. حديث ما أبين في أولاها يعني آية الأصواف خص، وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل للإطلاق من لم يكن لما أردت من النطق بالشهادتين قابلا. وخصت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة، عن حل الصلاة والزكاة للغني. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الأمثلة ظاهرة إن شاء الله تعالى. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله: النوع السادس المجمل: ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. النوع السابع المؤول: عن ظاهر ما بالدليل نزلا كاليد لله هو الذ أولا. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس المجمل: المجمل الذي لم تتضح دلالته على معناه بمفرده. فمثلا الأمر في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، لو لم يرد في الصلاة إلا هذا النص كيف نصلي؟ اللفظ مجمل بين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله: نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله في جميع أجزاء الصلاة جاءت فيها النصوص بقوله وفعله، فتم بيانها. ومن ذلك الحج، ولله على الناس حج البيت. طيب كيف يحج الناس؟ لو لم يكن لله هذه الآية لما استطاع الناس التطبيق، لكنه بين بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله في أحكام المناسك، وبقوله أيضا: خذوا عني مناسككم. اختلف في وقوع المجمل في القرآن، فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري، والواقع يرد قول داود. فالآيات والنصوص المجملة جاء بيانها، وقد يتأخر بيانها، يأتي النص المجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز عند أهل العلم ولا يظن، إنما يتأخر البيان إلى وقت الحاجة. ما لم يكن بواضح الدلالة، الذي لم تتضح دلالته على معناه، ما يعني لفظ لم يكن بواضح الدلالة لسبب من الأسباب كالاشتراك مثلا. الاشتراك الذي تقدم القرء مجمل لأنه يحتمل أكثر من وجه، ودلالته على القرء ليس على الحيض ليست بأوضح، يعني دلالته على الحيض ليست بأوضح من دلالته على الطهر. فمن الأسباب التي تسبب
الإجمال الاشتراك في اللفظ مثلا، ومن أسبابه الحذف، وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحون أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر ترغبون نكاحهن، لكن ترغبون فيه أو عنه، حذف الحرف فاحتمل الأمرين. ومنها احتمال العطف، احتمال العطف والاستئناف، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالواو هذه محتملة لأن تكون عاطفة، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وحينئذ يكون الراسخون عالمين بتأويل المتشابه. وإذا قلنا إنها استئنافية والوقف على لفظ الجلالة، قلنا أن علم المتشابه خاص بالله تعالى ولا يعلمه أحد. وأما وظيفة الراسخين هي قول آمنا به كل من عند ربنا، فهذا محتمل للعطف والاستئناف، فوقع بسببه الإجمال. ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء، لفظ مشترك بين الحيض والطهر، بين الحيض والطهر. أحمد وأبو حنيفة يقولون المراد به الحيض، الحنابلة والحنفية يقولون المراد الحيض، والمالكية والشافعية يقولون المراد الطهر. دليل الحنابلة والحنفية في الحديث الصحيح: دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام طهرك دعي الصلاة ولا أيام حيضك؟ أيام حيضك، وهذا من أصرح الأدلة. دليل المالكية والشافعية على أن المراد بالحيض أو الحيض الطهر، أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فجاء في الحديث مره فليراجعه حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها. وش وجه الدلالة؟ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وجه الدلالة: طلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. وش وجه الدلالة؟ ما زالت الدلالة فيها غموض. نعم، أنها طاهرة. نعم، يعني عدتها قبل الطلاق ولا بعد؟ تلك العدة طلقوهن لعدتهن، نعم، مستقبلة. يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علق على بعض الكتب وقال النص، يعني حديث ابن عمر لما كانت العدة قبل الطلاق، ابتداء العدة يبدأ من الطهر. طيب وش أثرها على القروء؟ لعدتهن، يعني طاهرات لعدتهن، والعدة ثلاثة قروء، العدة ثلاثة قروء، ثلاثة قروء ولعدتهن يعني طاهرات، فعدتهن هي الأطهار. لكن هل هذا من الوضوح والبيان مثل وضوح دع الصلاة أيام أقرائك؟ لا، ليس مثله. ولتعذر الجمع بين حديث ابن عمر وحديث دع الصلاة، قال بعضهم إذا جمع على أقرأ فهو الحيض، وإذا جمع على قروء فهي الأطهار. نعم، قروء إذن الأطهار، ودعي الصلاة أيام أقرائك الحيض، الحيث. نعم، لكن هل لتأثير الجمع أو لاختلاف الجمع تأثير على الحكم؟ نعم، قد يكون تأثيره من حيث القلة والكثرة، لأن هناك جموع قلة وجموع كثرة، لكن القرء هو القرء. يعني كيف نحكم على لفظ واحد أنه إذا جمع جمعه على كذا يفيد كذا، وجمعه على كذا يفيد كذا؟ حتى تطهر هي حائض الآن، ثم تحيض ثم تطهر. لا لا، ما في تحيض،
لأنه لا بخلية حيض كان الطلاق الأول صحيح. فيه خفاء يعني فيه خفاء الاستدلال فيه خفاء. لا هو أحدهما هو لفظ مشترك بينهما ما فيه إشكال. لا هو ضعف بالنسبة لحديث بن عمر يعني أضعف منه ولا كلاهما صحيح. لا كلاهما ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم أنها طلقت في الحيض. نعم طلاق ليس عليه الأمر ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود الطلاق في الحيض يعني ليس عليه الأمر الشرعي وحينئذ يكون مردودا. من الذي يوقع الطلاق في الحيض وهم جماهير أهل العلم نعم يقول عاصي هو الطلاق واقع نعم بدليل ما جاء عن ابن عمر أنها حسبت عليه يطلقها بطهر لم يجامعها فيه. حتى في اللغة في اللغة ما يدل على إطلاقه على الطهر وعلى الحيض في أحدهما أرجح. هل يقول الشافعي والمالكي لا هو على الطهر في الطهر أظهر وبه أرجح؟ هذا إجمال القرء إجمال سببه الاشتراك ويبين في النصوص وكل على مذهبه. منهم من قال بينه حديث ابن عمر فالمراد به الطهر ومنهم من قال بينه حديث دع الصلاة إذ بيانه بالسنة والسنة مبينة للقرآن. وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما إيش نعم ما نزل إليهم تبين القرآن. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له ومفسرة له. النوع السابع المؤول عندنا نص وظاهر ومؤول نص وظاهر ومؤول. النص الذي لا يحتمل فالنص الذي لا يحتمل يسميها بالعلم نص لظهوره أخذا من منصة العروس لظهورها. والذي يحتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول والمرجوح هو المؤول. والأصل العمل بالراجح إلا إذا وجد ما يمنع من العمل به. إذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يرجع إلى المؤول. عن ظاهر جار ومجرور متعلق بنزل. عن ظاهر ما يعني لفظ بالدليل القطعي نزل إطلاق أي ترك. عن ظاهر ما بالدليل نزل يعني ترك يترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي. والنزول والتنازل هو الترك. تقول نزلت عن حقي إذا تركته نزلت عن ديني على فلان إذا تركته وأعفيته منه. فأنت تترك الظاهر إلى المؤول تترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لوجود قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح. وهم على مذهبهم في نفي الصفات هم جروا على مذهب الأشعرية ناظم ينظم النقاية والنقاية للسيوطي وهو أشعري. كاليد لله هو الذي أولى اليد الواردة في نصوص الكتاب والسنة الظاهر منها أنها اليد الحقيقية. وتأويل اليد بالنعمة أو بالقدرة هذا غير الظاهر. لكن هم يقولون منع من إرادة الظاهر خشية التشبيه. فهم من باب تنزيههم لله جل وعلا ينفون عنه الظاهر ويثبتون المؤول ينفون الراجح ويثبتون المرجوح تمسكا بالتنزيه. لكن هم قبل أن عطلوا وقبل أن أولوا مروا بمرحلة قبل هذه وهي إيش؟ التشبيه. شبهوا أولا ثم عطلوا لما تبادرت أذهانهم إلى التشبيه
عطلوها بعدها، وإلا لو قالوا سمعنا وأطعنا. الله جل وعلا يثبت لنفسه يد، يثبت لنفسه سمع وبصر، فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نحتاج إلى أكثر من هذا. والمعاني معروفة والكيفيات مجهولة، كما جاء عن أم سلمة وعن مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالذي منعهم من إرادة من حمل اللفظ على ظاهره توهم التشبيه، فمنعهم من إرادة الظاهر ولا تشبيه، فلكل ما يليق به. فإذا أثبتنا لله جل وعلا وجه فإننا نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته، وإذا نظرنا إلى المخلوقات ولها وجوه، هل يستطيع شخص أن ينفي أن للإنسان وجها؟ لا. هل يستطيع إنسان أن ينفي أن للجمل وجه، أو للحمار وجه، أو للقرد وجه، أو للذئب وجه، أو للخنزير وجه؟ هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية، لكن هل وجه الإنسان مثل وجه الذئب، أو مثل وجه القرد، أو مثل وجه الحمار؟ أبدا. وإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات المشتركة بالضعف، فكيف بالخالق؟ فكيف بين ما بالنسبة ما بين المخلوق والخالق؟ لا نسبة ولا مشابهة، فلكل ما يليق به. كاليد لله هو الذي أولى، لغة في الذي تعرضنا لها سابقا، مرت بنا، وقلنا أن ابن مالك استعمل صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل تفضيل وأبى اللذ أبي. طيب، ما جاء من النصوص في ما يتعلق بالله جل وعلا، النصوص الصحيحة، واعتمده سلف هذه الأمة، لا محيد عن إثباته، فكل خير في اتباع من سلف. لكن النصوص المحتملة والتي لم يتفق على معناها سلف الأمة، هذه للخلف مندوحة، لأنهم إن قالوا بالقول فقد سبقوا، وإن قالوا بضده فقد سبقوا. لكن ما يتفق عليه سلف هذه الأمة، نحن مطالبون بفهم النصوص على فهمهم، فهم النصوص على فهمهم. قد يقول قائل: أنتم أولتم المعية بالعلم. نقول كذلك، لأن السلف أول المعية بالعلم، اللازم الذي من أجله أولوها بالعلم. ثم يقول كالمبتدع: اللازم الذي يلزم على المعية قد يلزم نظيره في إثبات اليد. نقول: لا يلزم نظيره، لأن اللازم منفي بنصوص، فلا تلازم بينهم. الأمر الثاني أننا نتبع من عاصر التنزيل وخالط النبي عليه الصلاة والسلام وفهم مقاصد الشريعة. نعم. أمثل على المؤول، عندنا ظاهر وعندنا مؤول، من يذكر لنا مثال؟ إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم ظاهره أننا إذا أردنا أن نكبر تكبيرة الإحرام وقمنا إلى الصلاة ومثلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة الإحرام نتوضأ، هذا الأصل في الفعل. نعم. ليكون القيام، لأنه فعل ماضي، قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء، ثم بعد ذلك نتوضأ. ومثلها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر اللفظ والفعل ماضي أن القراءة متقدمة على الاستعاذة، ويقول بهذا بعض أهل الظاهر، لكن هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه غير مراد. فالماضي يطلق ويراد به حقيقته في الفعل في الزمان الماضي، ويطلق وهذا هو الغالب، ويطلق ويراد به
الشروع، يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، جاء زيد انتهى، جاء انتهى، يطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به الإرادة. إذا قرأت القرآن، إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير، إذا ركع واركعوا، يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا. هو اللفظ حقيقة، اللفظ حقيقة، لكنها حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، حقيقة شرعية من غير التزام باللازم. والمسألة خلافية بين السلف هذه الأمة، وكثير منهم أولها بالعلم. الذي فيه اختلاف بين سلف هذه الأمة للمخالف مندوحة، الإشكال فيما يتفقون عليه، الذي يتفقون مثل مثلا الاستهزاء، المكر، الخديعة، نسوا الله فنسيهم، الهرولة، كلها مختلف فيها بينهم، الساق، فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه سعة. أما الذي يتفقون عليه ما فيه إشكال، لا يجوز بحال أن يخالف. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: النوع الثامن المفهوم: موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولات حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المفهوم: المفهوم يقابله المنطوق، والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لأنه هو الأصل، وهو دلالة اللفظ في محل نطقه. وأما المفهوم فدلالة اللفظ لا في محل نطقه، فيحتاج إلى ذكره لأنه خلاف الأصل. الأصل دلالة الحروف على معانيها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: موافق منطوقه، موافق بالتنوين منطوقه، أي ما يوافق حكمه، حكم المنطوق، ما يوافق حكمه، حكم المنطوق. يعني عندنا منطوق، وعندنا له مفهوم موافقة، وعندنا له مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة إذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق، ومفهوم المخالفة إذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. فمثلا المثال الذي ذكره: موافق منطوقه، هذا مفهوم الموافقة، كأفي، يعني لو وجد شيء أقل من التأفيف، أقل أدنى من التأفيف، لقلنا التأفيف حرام، فما دونه مفهومه أنه حلال. ما دونه، لو تصور أن هناك شيء أقل من التأفيف، مع أنه لا يتصور، لأنه لا يسمع من التأفيف إلا حرف الفاء مع الهمزة، والهمزة قد، لكن الذي يسمع في الغالب الفاء، والذي دونه لا يسمع منه شيء، لا يسمع منه شيء. الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس، ما في شيء، معفو عنه، فليس له مفهوم مخالفة، له مفهوم موافقة الذي أعلى منه، كالكلام الذي هو أشد من التأفيف فضلا عن الفعل، ضرب والقتل وما أشبه ذلك. فهذا له مفهوم موافقة وليس له مفهوم مخالفة. موافق منطوقه يعني في الحكم كأفي، ومنه أي المفهوم ذو تخالف، يعني مخالف لحكم المنطوق، مخالف له في أمور: في الوصف والشرط والغاية والعدد. فهناك مفهوم المخالفة، تكون هذه المخالفة في الشرط، ويسمى مفهوم الشرط، ومفهوم الوصف، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد. ومنه ذو تخالف في الوصف، ومنه ذا شرط، يعني مفهوم الشرط،
وغاية يعني مفهوم الغاية، وعدد مفهوم العدد. الأمثلة على ذلك مفهوم الوصف، مفهوم الوصف نبأ الفاسق للوصف ورد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا وصف. الوصف بالفسق له مفهوم، مفهومه أنه إذا كان عادل فإننا لا نحتاج إلى التبين ولا التثبت، إذا كان عدلا ليس بفاسق. اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. المقصود أنه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه من باب الاستدلال بالمفهوم. ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد، يعني ورد مثالا للوصف. ومفهوم والشرط يعني مفهوم الشرط الذي تقدم ذكره إن كنا أولات حمل، فاتفقوا على أن ذات الحمل ينفق عليها، هذا شرط. إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإن كنا ذات حمل هذا شرط، فالنفقة مشروطة بوجود الحمل، النفقة مشروطة بوجود الحمل. مفهومه أنه إذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، لأن النفقة مشروطة بوجود الحمل. إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية، نعم، على ما سيأتي. ولذا يقول أهل العلم أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لا لها من أجله، فالنفقة مرتبطة بالحمل. وغاية يعني مفهوم الغاية جاءت بنفي حل لزوجها أي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها، فتحرم على مطلقها ثلاثا إلى غاية. هذه الغاية نعم حتى تنكح زوجا غيره، إلى هذه الغاية. وأيضا من مفهوم الغاية حتى يضعنا حملهن، فهذا مفهوم الغاية. هناك غاية لا يدركها جميع الناس، فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مغيات بغاية، وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية، فالحكم ساري إلى نزول المسيح. المقصود أن مفهوم الغاية معروف عند أهل العلم، وهذه من أمثلته. مفهوم العدد الذي هو تمام الأقسام كالثمانين، فاجلدوهم ثمانين جلدة في حد الفرية وفي حد الخمر، ومئة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر، هذه أعداد لها مفهوم. إيش معنى مفهوم؟ أنه لا يزاد منها ولا ينقص، أعداد لها مفهوم بمعنى أنه لا يزاد منها ولا يزاد عليها ولا ينقص. جلدوهم ثمانين جلدة فلا يجوز 81 ولا يجوز 79، فالعدد له مفهوم. كثيرا ما نسمع في توجيه بعض الأحاديث وبعض الآيات أن العدد لا مفهوم له، لكن ليس على إطلاقه. العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له. فلو جاءنا من يقول أنه يستغفر للمشرك 71 مرة، 71 مرة، لأن الله جل وعلا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول لو استغفرت 71 العدد له مفهوم، فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم. نقول لا، العدد لا مفهوم له. المسألة تحكم ولا بأدلة؟ بأدلة.
متى يلغى المفهوم؟ وهذا ليس خاص بمفهوم العدد، كل المفهومات هذه إذا عورضت بمنطوقات أقوى منها تلغى المفاهيم، تلغى المفهومات. فهذا معارض بنص منطوق معارض لهذا العدد، لأن من مقتضى الاستغفار طلب المغفرة، والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات، لأن هذا المفهوم معارض. قد يلغى المفهوم هو غير عدد، لأنه يسهل على من ينتسب إلى العلم من طلاب العلم أن يقول العدد لا مفهوم له، لأنه يسمع هذه الكلمة، لكنه لا مفهوم له في المسألة التي تبحث لوجود ما يعارض المفهوم من منطوق. مفهوم المخالفة لو عورض بمنطوق في غير العدد ألغي المفهوم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أن هكذا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني بمعنى أنه يدفع الخبث عن نفسه. مفهوم الموافقة إذا بلغ 3 قلال 4 قلال نعم فإنه لا يحمل الخبث، معنى أنه يدفع من باب أولى. مفهوم المخالفة إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن حمل الخبث، يعجز عن حمل الخبث فيتنجس. هذا مفهوم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع الاستثناء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه مع ما قيل فيه من ضعف، لكن الحكم متفق عليه. العدد معتبر، العدد معتبر. فمثلا ما جاء في الأعداد في الحدود يمكن أن يزاد فيها أو ينقص؟ لا يمكن أن يزاد، لكن إذا عورض هذا العدد مفهومه بمنطوق أقوى منه عرفنا أنه لا مفهوم له، أو وجد من أجل التوفيق بين النصوص قلنا العدد لا مفهوم له، مثل ما جاء في صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 في رواية حديث ابن عمر 27، قالوا العدد لا مفهوم له، إنما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة، مع أنه حمل على أوجه صحيحة، يقال 27 من صلى في المسجد وذاك لمن صلى في غيره 25، أو 27 لمدرك الصلاة من أولها و25 لمدرك بعضها، أو 27 للبعيد عن المسجد و25 للقريب، أقوال كثيرة لأهل العلم. المقصود أن العدد له مفهوم هذا الأصل، لأنه كلام يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه، وليس بمراد للمتكلم. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: النوع 9 والعاشر المطلق والمقيد، وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع 9 والعاشر المطلق والمقيد، وذكر الأمرين للحاجة إلى بيانهما، ولم يذكر المنطوق لأنه لا يحتاج إلى بيان، فالمطلق يحتاج إلى بيان والمقيد يحتاج إلى بيان. والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، والمقيد ضده وهو ما دل على جزئي من أجزاء الماهية. يقول: وحمل مطلق على الضد، الضد هو إيش؟ المقيد. حمل مطلق على الضد يعني على المقيد إذا أمكن
ذلك الحمل، والحكم وحينئذ يكون الحكم له أي للمقيد، يعني مثل إذا وجد التعارض بين العموم والخصوص الحكم للخاص، وهنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد. قد أخذ الألف هذه للإطلاق، قد أخذ مبني للمجهول، فلا يبقى المطلق على إطلاقه بل يبقى الحكم للمقيد. ثم مثل كالقتل، يعني ككفارة القتل وكفارة الظهار. كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وكفارة الظهار مطلقة، فقالوا يحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات، لأنه جاء تقييدها في كفارة القتل، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم، للاتفاق في الحكم ووجوب الإعتاق. وإن اختلف السبب، فالسبب قتل، والسبب للكفارة الثانية ظهار، والسبب للكفارة الثالثة جماع، والسبب في الكفارة الرابعة يمين، وهكذا. الأسباب مختلفة والحكم واحد. كالقتل والظهار حيث قوي قيدت بالبناء للفاعل أولاهما، كفارة القتل مؤمنة إذ وردت، مؤمنة بالرفع فاعل قيدت إذ وردت، تحرير رقبة مؤمنة. وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها من أنا، قالت رسول الله، أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، يدل على أن غير المؤمنة لا تجزي في عتق الرقبة. وعلى هذا الجمهور والحنفية يقولون لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا. وإذا أردنا أن نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية، يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد، وفي كفارة القتل فقط كرر كم مرة؟ في آية واحدة، فتحروا رقبة مؤمنة، يدل على أن القتل له شأن. نعم، وتسبب في إعدام نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا فيعتق، فكأنه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا بحرية. يعني هذا مما يلمح من مذهب الحنفية، وإن كان بعضهم يرى أن الآية تشمل المسلم والكافر، قتل المسلم والكافر، على أن الذي يظهر من آيتي النساء أن الأولى أن كلاهما في قتل المسلم، الأولى في قتل الخطأ والثانية في قتل العمد. كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام. نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل وما يحمل فيه المطلق على المقيد. المطلق والمقيد مع المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور: الاتحاد في الحكم والسبب، وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق. الاختلاف في الحكم والسبب، وهنا لا يحمل المطلق على المقيد. الاتفاق في الحكم دون السبب، والحمل فيه عند الجمهور، والاتفاق في السبب دون الحكم، وعدم الحمل هو قول الجمهور. وذكرنا أن الصور أربع: ما يتفق فيه الحكم مع السبب، ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وما يختلفان فيه حكما وسببا، وما يتفقان فيه في الحكم دون السبب والعكس.
فإذا اتفق في الحكم والسبب عن المطلق والمقيد فالحمل في هذه الصورة شبه اتفاق شبه إجماع، وذلكم كالدم في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق، وفي قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد بكونه مسفوح، فيحمل المطلق على المقيد، فالذي يحرم الدم المسفوح، أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أو ما أشبه ذلك فلا. هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وأما ما يختلفان فيه في الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا. فاليد في آية الوضوء مقيدة وأيديكم إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة فاقطعوا أيديهما مطلقة، والحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف، هذا حدث وهذا سرقة، فلا يحمل المطلق على المقيد ويقال تقطع اليد من المرفق. الصورة الثالثة اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفارة، كفارة القتل وكفارة الظهار، الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل. العكس، إذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وذلكم كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ولذا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله وحيث لا يمكن يعني حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام، يعني من أفطر من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فالواجب عليه عدة، لم يذكر فيها ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تقضى على الترتيب وعلى التوالي، تكون متوالية ومتتالية، وليس فيها ما يمنع من ذلك. والحمل هنا الإطلاق واحد، والتقييد في الصيام مختلف، جاء تقييد الصيام بالتتابع، صيام شهرين متتابعين، وجاء تقييد الصيام بالتفريق، جاء التقييد بالتفريق في صوم التمتع، ماذا قال؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا تفريق وهناك تتابع، فعلى أيهما يحمل؟ الحمل على أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح، هذا على سبيل الإلزام، وأما القول باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر. وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام قولي فعدة من أيام أخر، حكمه لا تقتفي، يعني لا تتبع من اقتفاء الأثر وهو التبعية، يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع ولا قول من يقول التقييد بالتفريق، لما عرفنا أنه جاء مقيدا بالتتابع وجاء مقيدا بالتفريق. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى النوع 11 و12 الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا في ذين من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، والنسخ عرفوه في اللغة بالإزالة، نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته، وعلى ما يشبه النقل، من هنا نسخت ما في الكتاب. بعضهم يقول النقل، وهو ليس بنقل حقيقي بمعنى أن المادة تنتقل من هذا إلى هذا، إذ لو انتقلت لصار إزالة، يعني نسخ الكتاب، النسخ من كتاب إلى آخر. هل معنى هذا أن الكتاب المنسوخ منه يصير مثل الدفتر ما في كلام؟ نعم، لا، الكلام باقي، إذا ليس بنقل. وعرفوه في الاصطلاح أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، الرفع الحكم الثابت بالدليل بدليل آخر، بخطاب آخر متراخ عنه، متراخ عنه. يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ. والنسخ من أهم ما يعنى به طالب العلم، ولا يجوز لأحد أن يتصدى للتفسير أو للإفتاء أو للقضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ. وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع قاصا فقال له: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. معرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم، متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا، والنسخ واقع في النصوص ومنصوص عليه في قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وثابت في السنة أيضا، والأدلة عليه أكثر من أن تذكر أو أن تحصر، وفيه المصنفات الكبيرة. ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: كم صنفوا، كم هذه للتكثير، صنفوا يعني العلماء في ذيني يعني الناسخ والمنسوخ من أسفاري أي كتب، واشتهرت تلك الكتب في الضخم يعني في الحجم الكبير والإكثار، يعني منها المطولات. هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة، كتب كثيرة جدا، فألفوا الكتب في هذا وردوا على من أنكر النسخ، على من أنكر النسخ. وبعض المعاصرين كتب تفسير أشبه ما يكون بالخواطر، لا يستند فيه إلى أثر ولا يأوي فيه إلى علم متين محقق، وكتب عنوان: النسخ ولا نسخ في القرآن، يعني على الآية، كتب آية البقرة، وأنكر النسخ طائفة من المبتدعة. يقول أنه يستلزم البدء، لأن الله جل وعلا لما ذكر الحكم الأول كان لا يعرف ما يقول إليه الأمر، بل بدأ له أن ينسخ، وما دام هذا اللازم فالملزوم باطل، فالنسخ لا يجوز. وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدء، والنصوص القطعية ترد هذا القول، ولا يلزم بدء ولا شيء، لأن النسخ، لأن الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان، فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل. المقصود أن المقاصد كثيرة، ومنها امتحان المكلفين، امتحان المكلفين. المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه سهل أن ينقاد له، لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه كما يقولون ومشى عليه ثم نهي عنه، هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان، هذا من باب الامتحان للمكلفين. وأيضا ظروف الناس تختلف من وقت إلى وقت، فيحتاجون إلى تغيير الحكم، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولن يكون، يعلم كل هذا، لو كان كيف يكون. ولذا قال عن الكفار:
قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا. هل هم يردون لما يردون؟ لن يردوا، والله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يعودون لو ردوا، فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه. وفي حديث الثلاثة في الصحيح الأعمى والأقرع والأبرص ثم بدا لله أن يختبرهم، ثم بدا لله أن يختبرهم، تفسرها الرواية الأخرى ثم أراد الله جل وعلا أن يختبرهم، فهذه تفسر تلك. فالخير ما يفسر به النص الصحيح الثابت. وناسخ من الآيات من أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن النحاس، وبالنسبة للسنة الحازمي، لأن هذا يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ. وناسخ من بعد منسوخ أتى، الناسخ يأتي بعد المنسوخ، ولا بد من حيث الوقت الزمان لا بد من هذا، لأن الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، ويأتي أيضا ترتيبه كذلك في المصحف، الواقع هكذا. وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه في القرآن إلا الذي قد ثبت، الألف هذه الإطلاق، إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء، عندنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الحول منسوخ، تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الناسخ المنسوخ الحول والناسخ أربعة أشهر. أيها المتقدمة؟ المتقدمة أربعة أشهر وعشرة، فالناسخ هو المتقدم، يعني في ترتيب المصحف، وإلا في النزول المنسوخ والمتقدم والناسخ والمتأخر. يقول ذكر مثال من آية العدة لا يحل لك النساء، لك النساء صح فيه النقل، لا يحل لك النساء يعني في آية الأحزاب رقم 52 نسختها الآية التي قبلها الآية رقم 50 إنا أحللنا لك، نعم هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب، فالآية 50 ناسخة للآية رقم 52. تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذا أنها نسخت الآية إنا أحللنا لك أزواجك في السورة نفسها، في السورة نفسها ومتقدمة عليها، وهي التي أشار إليها المؤلف، وصح فيها النقل من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة، النسخ للحكم دون التلاوة، النسخ للحكم دون التلاوة، مثل آية العدة حول التي سبقت منسوخ حكمها لكن تلاوتها باقية، والسبب ليثاب القارئ على قراءتها. أو التلاوة يعني فقط دون الحكم كآية الرجم، الرجم باقي حكم متفق عليه مجمع عليه، والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة رفع لفظها وبقي حكمها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أو لهما كآية الرضاعة، لهما للحكم والتلاوة، للحكم والتلاوة كآية الرضاعة، عشر رضاعات معلومات يحرمنا، نسخنا بالخمس، فهذه ما نسخ حكمها ولفظها وتلاوتها. وناسختها نسخ لفظها وبقي حكمها، وسياقهما واحد. نعم. إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد، مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقال بالنسخ أو يقال ببقاء العام والمنسوخ؟
وإلغاء، ومثل ما قيل في حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، مع حديث أن نتوضأ من لحم الإبل قال نعم. قوله في آخر الأمرين يدل على أن الوضوء من لحم الإبل متقدم، أن الوضوء من لحم الإبل متقدم لأن عدم الوضوء متأخر. والذي يقول يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة. ومثل هذا الأمر بالقطع، بقطع الخف، هذا متقدم بلا شك، لكن الإطلاق متأخر. الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة. فيقولون لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سيق اللفظ عاما بعد ذلك. المسألة خلافية عند أهل العلم معروفة. سم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل عشرة أياما. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر: المعمول به مدة معينة، مدة محددة، وما عمل به واحد. وما عمل به واحد، والمثال واحد للنوعين، المثال واحد. يقول: كآية النجوى، هذا المثال، وذلك كآية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. التي لم يعمل منهم بها، من الصحابة، بهذه الآية مذ نزلت إلا علي بن أبي طالب، قدم، تصدق بدينار ثم ناجى النبي عليه الصلاة والسلام، وما عمل بها أحد منهم حتى نسخت. لكن كم بقيت هذه الآية إلى أن نسخت؟ خلاف. وساعة قد بقيت، يعني بقي الوجوب ساعة، بقي مفادها ومدلولها ساعة ثم نسخت، لأنه يشق علي على جميع الصحابة أن كل من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتهم تشتد إلى ذلك، حاجتهم تشتد إلى النجوى، كل من احتاج إلى النجوى ويقدم صدقة هذا يصعب عليهم. وساعة قد بقيت يعني إلى أن نسخت تماما، لا زيادة ولا نقص، لا زيادة ولا نقص. هل يمكن أن يقال في الساعة على اصطلاحهم لا زيادة ولا نقص؟ أو أن الساعة مقدار من الزمان، ليس المراد به الساعة الفلكية التي عبارة عن 60 دقيقة، ولذلك قد تكون الساعة ساعتين ثلاث، وقد تكون ربع ساعة فتحدث ساعة، يعني مقدار من الزمان. وقيل لا، أي ليس بقاؤها ساعة، بل بقيت أكثر من ذلك، بقيت إلى أن نسخت عشرة أياما. يقولون: والأول أظهر أنها ساعة. لماذا؟ نعم، إذ يبعد أن تستمر عشرة أيام مع مسيس الحاجة إلى مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها إلا علي. فإما أن نقول قد عمل بها غير علي، أو نقول أنها لم تبق إلا مدة يسيرة لا يشق عليهم انتظارها، لم يشق عليهم انتظارها، أو مرت من غير احتياج إلى مناجاته صلى الله عليه وسلم. في كتب الشيعة يذكرون في آية المائدة وهم راكعون، يقول هذه الآية ما عمل بها إلا علي، راكع وجاء سائل فأبرز له إصبعه التي فيها الخاتم ليأخذه. لكن هل مفاد الآية أن الصدقة وإيتاء الزكاة حال الصلاة، أو أن هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاة الذي هو الخشوع؟ هل يمدح بهذا أو يذم؟ يذم، لأنه غفل عن صلاته وغفل عن مناجاة ربه وتحرك في صلاته من غير حاجة، كل هذا مما يذم ويصان علي رضي الله تعالى عنه ذلك، مع أن ظاهر اللفظ لا يدل عليه. في المسألة حديث أبي هريرة
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفيها أيضا حديث وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول أرجح، ونص على هذا ابن حجر في البلوغ وغيره. فإذا كان أرجح، لأن لو شاهد من فعل ابن عمر أو من حديث ابن عمر، إذا كان أرجح فما المانع من العمل به؟ وليضع يديه قبل ركبتيه. المانع تأثر كثير من طلاب العلم بقول ابن القيم أن الحديث مقلوب. كيف مقلوب ابن القيم؟ قال إذا نزل على يديه قبل ركبتيه أشبه البعير. نقول يا رحمك الله، ما معنى بروك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ اللغة يقولون برك البعير وحصحص البعير، إذا نزل على الأرض بقوة فأثار الغبار وفرق الحصى. فمن نزل بيديه بقوة وأثار الغبار وخلخل البلاط قلنا برك مثل ما يبرك البعير، وإذا نزل على ركبتيه بقوة وفعل مثل ما صنع قلنا برك مثل ما يبرك الحمار. وكل هذا ممنوع، فالممنوع أن ينزل على الأرض بقوة. وجاء البروك على الركبتين أيضا. عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح في البخاري فبرك على ركبتيه. إذن البروك مو خاص باليدين أو بالركبتين. فإذا فهمنا معنى البروك زال عنا الإشكال. لا نبرك مثل ما يبرك البعير، ننزل بقوة ولنمتثل الأمر، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا وضعهما مجرد وضع ما يقال برك مثل ما بقى. نقول وضع يديه قبل ركبتيه امتثل الأمر. وفرق بين أن ترمي المصحف على الأرض، هذا حرام عظيم من عظائم الأمور، وبين أن تضع على الأرض ما فيه أدنى إشكال يجوز. فرق بين هذا وهذا. فإذا نزلت المسألة مسألة قيام بين يدي الله جل وعلا، عليك بالرفق والطمأنينة، تؤدي صلاة أنت ماثل بين يدي خالقك. فإذا نزلت برفق ولين، فسواء نزلت على يديك أو رجحت الركبتين، المقصود أنك لا تنزل بقوة. ولذا شيخ الإسلام يرى التخيير بينهما. وكثير من الناس، ابن القيم رحمه الله لما هجم عليه هذا الفهم أجلب عليه، فصار يؤثر على كل من قرأ كلامه. لكن لا بد من تحرير المسائل، لا بد من النظر إلى المسائل بدقة. اللهم صل على محمد. نعم.